إذن السلام عليكم مرة أخرى. كما قلنا سابقا، الحصة غادي يكونوا فيها جوج الأجزاء. الجزء الأول غادي نكملوا فيه الدرس، يعني غادي نديروا فيه فقرات المعادلات التفاضلية، والجزء الثاني غادي نستقبل فيه الأسئلة ديالكم المتعلقة بالدرس. على بركة الله. إذن المعادلات التفاضلية، المعادلات التفاضلية ديجا درت لكم واحد الكابسول فيديو راه كنشرح فيها هادشي اللي مكتوب هنا، غنعاود دابا نشرحه في اللايف. المعادلة التفاضلية هي معادلة بحال أي معادلة، أx كاري زائد Bx زائد Bx زائد C كتساوي صفر. الفرق اللي كاين هو هاد المجهول اللي تنخدمو به هنا في المعادلات غادي يولي عبارة عن دالة، تتولي مثلا دابا أy سكوند زائد By زائد C كتساوي صفر، حيث Y عبارة عن دالة Y هو المجهول تاعنا. نرجعو دابا معايا لهنا، إلا قلت لك f بريم لx كتساوي 3 وكان المطلوب منك هو أوجد مجموعة الدوال f التي تحقق f بريم لx كتساوي 3. طبعا بما أننا كنعرفوا الاشتقاق ديال مختلف أنواع الدوال خاصة من الدوال الحدودية، فأنا نقدر نستنتج أن الدالة f غادي تكون تتساوي 3 مضروبة في x، حيث المشتقة تاع 3 في x هي 3. وهنايا غادي نزيد اون كونستانت على اعتبار ان المشتقة تاع لا كونستانت هي شحال، هي صفر. اذا بهكا غادي نكون جاوبت على المعادلة التفاضلية اللي هي اف بريم لإكس كتساوي 3. براتيكمون ملي كنكون تنتعامل في المعادلة التفاضلية ما كنديرش اف بريم، تنخدم عموما بإيكغيك، المجهول اللي كنخدمو به في المعادلة التفاضلية هو إيكغيك. وعندي جوج حالات، اما نكتب y بريم كتساوي 3 او y بريم ل x كتساوي 3، بجوجهم صحاح. وسوفون كنخدمو بهذه الاولى، بمعنى y بريم كتساوي 3 كيعني ان y هي 3x زائد اي كونستون زائد اي عدد زائد 5 زائد 40 زائد مليون زائد نص اللي بغيتو، ما عندناش مشكل. المهم هو ان المشتقه ديال 3x غتكون هي 3، المشتقه ديال ذاك العدد غتكون هي 0. هنايا مثال اخر، y بريم كتساوي كوس x زائد 3x اسي 2. المطلوب منا هو نحددوا الداله التي مشتقتها هي كوس x زائد 3x اسي 2. اذا شنو هي الداله اللي مشتقتها هي كوس x؟ بيان سور كو هي سينوس x. شنو هي الداله اللي مشتقتها هي 3x اسي 2؟ غتكون هي x اس 3، وهنايا نقدروا نعتبروا زائد 0، بمعنى اي كونستانت المشتقه تاعها راه هي 0. نمشيو دابا بالعكس، الى بدينا من y وبغينا نوصلوا ل y بريم، y تساوي سينوس x زائد x اس 3 زائد k. سينوس x بريم هي كوس x، كي تنجيو ليها غنمشيو للدائره. الطريقه باش نعقلوا على هذه شنو هي، عندي هنا كاين السينوس، وهنا الكوس، هنا موان السين، هنا موان الكوس. اذا المشتقه تاع سينوس هي كوس، المشتقه تاع كوس هي موان سين، المشتقه تاع موان سين هي موان كوس، المشتقه تاع موان كوس هي سين. اذا المشتقه تاع سينوس هي كوسينوس، المشتقه تاع اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2، كي درنا ليها طبعا المشتقه تاع اكس اس ان هي ان في اكس اس ان ناقص 1. تري بيان، هادشي هذا كله دابا اللي شفناه هو مجرد تمهيد باش نوصلوا المعادله التفاضليه اللي عندنا في البروغرام ديال هذا العام. هي المعادله اللي غتكون عندنا اللي مطالبين نفهموها ونعرفوا نجاوبوا عليها. المعادله هي y سكوند كتساوي y سكوند كتساوي اوميغا اس 2 في y، اسمحوا لي، y سكوند زائد اوميغا اس 2 y تتساوي صفر. اذا هذه هي المعادله التفاضليه ديالي، حيث اوميغا عدد حقيقي. اذا الحلول تاع هذه المعادله هي y تتساوي هاما y تتساوي a كوس اوميغا x زائد b سينوس اوميغا x، حيث a و b عددان حقيقيان. باش نفهموا هذا الشيء اكثر، اول حاجه اللي بغينا نشليها هو y سكوند هي ليست الا المشتقه الثانيه للداله y. شنو المشتقه الثانيه؟ y بريم
بريم هي المشتقة ديال المشتقة، هادي هي إيكغيك سكوند. إذا هنايا عندنا مثال لنحل المعادلة إيكغيك سكوند زائد 16 إيكغيك تساوي صفر. إذا 16 كتلعب الدور ديال أوميغا أوس إتنان، إذا 16 هي أوميغا أوس إتنان. إذا كان 16 هي أوميغا أوس إتنان شنو نقدر نقول على أوميغا؟ أوميغا تاعنا غتكون هي 4. إذا الشاي عطينا أوميغا كتساوي 4، وبالتالي حلول المعادلة E هي Y تتساوي A كوس 4X زائد B سينوس 4X، حيث A و B عددان حقيقيان. في بعض الأحيان طبعا هنا راه تطبيق مباشر لهذه الخاصية، داكور. في بعض الأحيان كيتعطينا واحد السؤال آخر تيكون تا هو مرادف لهذا السؤال الذي سبق، كيقول لي حدد الدالة Y التي تحقق الشروط البدئية Y لصفر كتساوي 1 و Y لي بي على 8 مثلا كتساوي 0. هذا راه مجرد مثال. هنا إلا لاحظتوا راه عندي حلول، بمعنى هنايا عندي ما لا نهاية تاع الحلول، يكفي أنني نعوض A و B بشي قيمة مختلفة وغادي نلقى دالة جديدة اللي تاهي كتشكل حل لهذه المعادلة. في هذا السؤال اللي خلي قلنا الشروط البدئية كنولي كنتكلم اساسا على معادله وحده ولا على داله وحده هي اللي كتحقق ليا الشروط البدئيه بجوج. اذا هنايا ملي كنتكلم على الشروط البدئيه شنو مطلوب مني؟ المطلوب هو اننا نلقاو هاد ا و بي. المطلوب في هذه المرحله هو نلقاو ا ونلقاو بي بحيث يكون هذا الشرط محقق وهذا الشرط حتى هو محقق. اذا اول حاجه كندير كنكتب الشروط قدامي، y ل 0 كتساوي 1، y ل بي 8 كتساوي 0، تكافئ كنعوض Y لصفر بقيمتها، بمعنى كنجي هنايا وكنعوض X بصفر، هذا عطينا A كوس 4 في 0 زائد B سينوس 4 في 0 كتساوي 1، ثم A كوس B على 8 في 4 زائد B سينوس 4 بي على 8، غنحسبوا طبعا هذا الشيء، كوس 4 في 0 هي كوس 0، كوس 0 هي 1، سينوس 0 هي 0. إذن هذا عطينا أ في واحد هي أ زائد ب اللي هي صفر، حيث ب في صفر هي صفر، هذا بقى لي أ كتساوي واحد، إذن أ تتساوي واحد. ندوزو للثانية، عندي أ كوس بي على جوج زائد ب سينوس بي على جوج كتساوي صفر، كوس بي على جوج هو صفر، سينوس بي على جوج هي واحد، إذن بقى لي ب كتساوي صفر، إذن أ كتساوي واحد و ب كتساوي صفر. كنرجع للمعادله ديالي الاولى وكنعوض ا بقيمتها و ب بقيمتها، يعني كنعوض ا بواحد و ب بصفر، وهكا كنلقى بلي الحلول تاع المعادله ديالي هما y ل x تساوي 4x، او الحل تيتسمى الحل الخاص نكتبوها، الحل الخاص ل e المعادله e هو هذا كيتسمى حل عام وهذا كيتسمى حل خاص. الحل العام هو اللي كيكون فيه جميع الحلول، والحل الخاص هو الحل اللي كيكون تيحقق الشروط البدئيه. اذا هذه هي الفقره اللي بقات لنا ديال الدرس، وبهكا غنكونوا كملنا الدرس. شكون عنده شي سؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال في هذه الفقره؟ استاذ راه فجيك اوميغا راه ممكن نديرو 4 حتى ناقص 4. خايبية فعلا، اوميغا نقدروا ناخذوا 4 ونقدروا ناخذوا ناقص 4، راه شرط ليها ملي قلنا ولا ما عرفت ربما نسيتها. المهم فعلا اوميغا و سي 2 هي 16، وبالتالي اوميغا نقدروا ناخذوها اما 4 اما ناقص 4، نكتبوها او اوميغا كتساوي ناقص 4. بمعنى طبعا كنختاروا غالبا السهله، فالسهله عموما هو اننا نتخلصوا من العدد السالبه. شكون عنده شي سؤال اخر؟ وي خديجه. استاذ واش نقدروا نحسبوا غير بوحده فيهم ماشي بجوج؟ هل تهضري على الشروط البدئيه؟ لا هذيك 4 ناقص 4 نقدروا نحسبوا ب 4 وصافي بلا ما نحسبوا بناقص 4 ياك. ايه كنختار وحده، راه نفس النتيجه في الاخر، نفس النتيجه كنختار وحده فيهم. شكرا. كنختار وحده فيهم.
صافي شكرا. مرحبا بنتي. وي غيتا. استاذ استاذ واش ممكن ضروري استاذ يعطونا هذوك الشروط البدائيه؟ شوف التمارين ديال المعادله التفاضليه كيكون فيه جوج اسئله او سؤال على حسب. السؤال الاول كيكون هو حل المعادله التفاضليه، ديك الساعه كتعطي الحل العام، يعني كتعطي داك او بي. السؤال الثاني هو ملي كيقول لك حدد الداله التي تحقق شروط البدائيه، بمعنى عموما هما سؤالان مختلفان ولا غير مرتبطان ببعضهما، ولكن غالبا تيكونوا مجموعين بجوج غالبا. وعموما راه ما صعيبش، راه الفكره هنايا في ديك الشروط البدائيه هو انني كنحصل على معادله او على نظمه معادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين. يعني واش ضروري تعطونا شي بعض المعطيات باش نخرجوها؟ اكيد اكيد، ميمكنش يعطيك، ميمكنش يطلب منك انك تلقى او بي بلا شروط بدئيه. صافي شكرا. ضروري ضروري. شكون عنده شي سؤال اخر؟ مفهوم هادشي؟ اذا غادي ندوز دابا لواحد التطبيق نطبقوا فيه شويه هادشي، والا كان طبعا شي سؤال وقفوني وانا كنشرح. اذا التطبيق اذا السؤال حل المعادلة 4 على 3 يكلك سكوند زائد 3 يكلك كتساوي صفر. السؤال الثاني حدد الدالة يكلك التي تحقق الشروط البدئية يقلق للصفر تساوي واحد. صافي نخليوها غير وحدة، نديرو غير شرط بدئي واحد، ولا نزيدو حتى شرط آخر، نزيدو شرط آخر، حيت إلا خليت غير واحد غادي تبقى ليا ما لا نهاية تاع حلول يقلق لي واحد تساوي، لا نديروش يقلق لي واحد، نديرو يقلق لي بي تساوي صفر. الو الحل عندي المعادله ديالي هي 4 على 3 يكريك سكوند زائد 3 يكريك تساوي صفر. طبعا اول حاجه خصني ندير هو نتخلص من هاد 4 على 3. علاش؟ حيت المعادله اللي كنعرف انا الحل تاعها شنو هي، هي ايغريك سكوند زائد اوميغا او كاري ايغريك تساوي صفر. دونك غادي نضرب البسط، غادي نضرب كلشي في 3 على 4 باش نختزل. اذا 3 على 4 في 4 على 3 ايغريك سكوند زائد 3 على 4 في 3 ايغريك تساوي 3 على 4 في 0 تكافئ 3 غنمشي مع 3 4 غنمشي مع 4 هاد بقى ليا يكريك سكوند زائد تسعود على 4 يكريك كتساوي صفر التي تكافئ ايضا يكريك سكوند زائد تسعود هي 3 و 6 2 و 4 هي 2 و 6 2 اذا هي 3 على 2 و 6 2 يكليك تتساوي صفر. اذا بهكا راه يلاه رديت المعادله تاعي على هذا الشكل. اذا حلول المعادله هي يكليك، نقدر نكتب يكليك ولا يكليك لي اكس، نخليوها غير يكليك. يكليك تساوي ا كوس
غادي ناخذ اوميغا هي شحال في هذه الحاله؟ هي 3 على 2، 3 على 2 اكس زائد بي سينوس 3 على 2 اكس، حيث ا و بي ينتميان الى ار و سي 2. اذا هذا هو الحل ديال المعادله تاعي، وبهكا غادي نكون جاوبت على السؤال الاول. دابا ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو عندي؟ عندي المعادله او عندي الداله تحقق شرطين بدئيين. الشرط الاول شنو هو؟ ايغريك لي 0 كتساوي 1، والشرط الثاني شنو هو؟ ايغريك لي بي تساوي 0. اذا 3 على 2 اسمحوا لي ايغريك لي بي تساوي 0 تكافئ. دابا نعوض، اشني ايغريك لي 0؟ غادي نعوض اكس بصفر. ها هما لي اكس اللي عندي، كاين عندي اكس هنا وعندي اكس هنا. اذا ايغريك لي 0 غتساوي هي ا كوس 0 زائد بي سينوس 0 تساوي 1. وعندي نعوض دابا اكس ثاني مره اخرى، هذه المره ببي، غتبقى ليا ا كوس 3 بي على 2 زائد بي سينوس 3 بي على 2 كتساوي 0. الوغ غتعطينا كوس 3 بي على 2 نورمال هي 0. تري بيان، داكشي اللي بغينا. الوغ تكافئ، نعوضو هادشي. اشني هي كوس 0؟ كوس 0 طبعا هي 1، اذا ما تبقى ليا ا في 1 زائد بي سينوس 0 هي 0، اذا ا هتبقى ليا هي 1. ندوزو للاخرى، اشني هي كوس 3 بي على 2؟ شوف معايا الدائرة المثلثية. هادي هي 0، هادي بي على 2. هذا بغا نشوف هاد لو سونس بوزيتيف. هادي هي 2 بي على 2، هادي هي 3 بي على 2، و 3 بي على 2 غنلقاوها تتنطبق مع ناقص بي على 2. وشنا هو الكوس ديال 3 بي على 2؟ غنديرو الإسقاط، إسقاط على محور الأفاصيل، غتعطينا هي 0. وغيتا أستاذ، أستاذ واش علم ما غاديش تساوي لنا هذيك 3 بي على 2؟ جدر 2 على 2 لا؟ لا، 3 بي على 2 هو الأفصول ديال هاد النقطة هادي. يعني ما تخرج هي 1 ولا ناقص 1؟ يخرج لنا السينوس هو ناقص 1 والكوس هو 0. مرحبا. إذا بي مضروبة في ناقص 1 كتساوي 0 تكافئ ا كتساوي 0، وعندي ا في 0 هي 0، بقى لي ناقص بي كتساوي 0. اسمحوا لي، لا تتساوي 1. اذا ا كتساوي 1 وناقص بي كتساوي 0، هادشي يكافئ شنو؟ ا كتساوي 1 وبي كتساوي 0، ومنه الحل الخاص للمعادلة E هو، نسميه المعادلة تاعنا E، نسميها E بخيم، ديجا خدمنا ب E، هو Y. وغنعوض، غنعوض A بواحد و B بصفر، إذا بتبقى ليا Y تتساوي شحال؟ كوز 3 على 2 اكس. وبهكا غادي نكون حليت المعادله ديالي. كاين شي سؤال هنا؟ شكون عنده شي سؤال؟ وي غيتا. لا استاذ صافي، ما باقيش. اذا نفهم هادشي؟ اه تخي بيان.
دابا ندوزو للتطبيق اخر في هاد 4 دقائق. تطبيق جوج، اذا التطبيق غادي نديرو فيه تحقق. غنعطيكم واحد المعادله، تحقق من ان الداله اف لي اكس كتساوي ا كوس ناقص جوج اكس زائد ثلاثة، حيث ا ينتمي الى ار، حل للمعادلة. ناخذ اف ار اطوال بلا ما نبرز راسنا بالصفر. حل للمعادلة يغريك سكوند زائد 4 يغريك تساوي صفر. اذا باش نتحقق ان اف بريم، ان اف حل هذه المعادله، يكفي انني نعوض في هذه المعادله. كيفاش؟ غادي اول حاجه هو نحسب اف بريم. لدينا الداله اف قابله للاشتقاق على ار، حيت عندي الداله معرفه على ار وداله الداله المثلثيه هي قابله دائما للاشتقاق على ار. اذا نحسب المشتقة تاعها، و اف بريم لي اكس هي شحال؟ غادي تكون هي ا كوس ناقص جوج اكس زائد ثلاثة بريم اللي هي ا. المشتقة تاع ما بداخل الكوس هي شحال؟ هي ناقص جوج فوا المشتقة تاع الكوس شنا هي؟ هي موان سين بين موان سينوس موان دوز اكس بلوس تخوا تساوي. الو عندي موان مع موان غتمشي، تبقى ليا 2ا سينوس موان 2x بلوس 3. اذا هذه هي المشتقه الاولى اللي هي اف بريم. دابا ندوزو نحسبو المشتقه الثانيه، اف سكوند لي اكس هي شحال؟ هي اف بريم لي اكس بريم اللي هي شحال؟ اللي هي 2ا سينوس موان 2x بلوس 3 بريم. المشتقة تاع هادشي شنا هي؟ هي دو ا. المشتقة تاع سينوس موان دو زيكس بلوس 3 هي المشتقة تاع ما بداخل سينوس اللي هي شحال؟ اللي هي موان دو فوا المشتقة تاع السينوس اللي هي شحال؟ اللي هي كوسينوس. إذا المشتقة تاعنا غتكون هي ناقص 4 ا كوس ناقص جوج اكس زائد 3. إذا بهاكا غادي نكون حددت المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. دابا بقى لي فقط نعوض في هذه المعادلة. إذا نشوفوا التعويض شنو غيعطينا. المشتقة الأولى هي شحال؟ زعما إيكغيك سكوند هي شحال؟ إف سكوند لي إكس زائد 4 إف لي إكس تتساوي صفر. تكفي. اذا دابا انطلقت من هنا وخصني نلقى شي حاجه اللي هي صحيحه باش نقدر نقول ان هادشي صحيح. اذا اف سكوند هي شحال؟ هي ناقص 4 ا كوس ناقص 2 اكس زائد 3 زائد 4. اشنو هي اف لي اكس؟ اف لي اكس قلنا هي ا كوس ناقص 2 اكس زائد 3، وهادشي بيان سور كيساوي صفر. هنا غتبقى لي في الاخر ناقص 4 ا كوس زائد 4 ا كوس تبقى لي صفر كتساوي صفر، وهذه عبارة صحيحة. ومنه اف سكوند لي اكس زائد 4 اف لي اكس كتساوي صفر صحيحة، وبالتالي اف تحقق المعادلة او بريم. وغيتا كنسمعك، شنو السؤال ديالك؟ لا سيدي انا غير هذيك اللعيبه بقات من قبيله يا هكا. ادراك اوكي سي بون، دونك ما كاينش سؤال. ندوزو لايمان. ايمان رفعي يديك بنتي. ايمان مازال ما كاينش هنا. يلا كاين شي سؤال في هادشي اللي هضرنا عليه دابا؟ شكون ما فهمش شي حاجه ولا شي مرحله ما بانتليش؟ شكون ما فهمش شي مرحلة؟
شكون ما فهمت شي مرحله. عموما هذا التطبيق واحد والتطبيق جوج هادو هما اللي كيتحطوا السوفا التمارين تاع الامتحانات تقريبا بطريقه السؤال. نعم ايمان شنو السؤال ديالك استاذ؟ هاد الشيء الاخراني اللي كتبتي ما فهمتوش منين مرحله ما فهمتيش؟ بلاتي اد اف سكوند ديال اكس زائد 4 اف لي اكس كتساوي 0 تكافئ ناقص 4 اف كوس ناقص 2 اكس. داكور يلا نتفاهم معايا. خديجه خلي الدروش كاين شي سؤال ولا صدق شي وحدك رضا؟ يلا تبع معايا باش نشرح السؤال هنا. شنو كيقول لي اول حاجه ولا في التطبيق شنو قال لي؟ فقط تحقق ان المعادله ان هاد اف لي اكس كتساوي حل لهذه المعادله هذه نسميوها هذه او سكوند نسميوها هذه او سكوند بريم ديجا كنبدا. الوغ قال لي تحقق ان هذا حل لهذه المعادله. هذه المعادله شنو هي؟ هي ايغريك سكوند زائد 4 ايغريك تساوي 0. خايبيه. اذا باش نتحقق شنو خصني ندير؟ بحال كي تنديرو في اي معادله، الا عطيتك المعادله مثلا جوج اكس زائد 4 كتساوي 0، الا قلت لك تحقق ان ناقص 2 حل للمعادله، شنو غادي دير؟ غادي نعوضو اكس بناقص 2، هذا عطينا 2 في ناقص 2 زائد 4 اللي هي ناقص 4 زائد 4 كتساوي 0، ومنه ناقص 2 حل للمعادله. اذا هذه الطريقه عموما اللي كنعرفو نفسها كتعاود حتى في هذه الحالات ديال المعادلات التفاضليه. وي خالد. نعم صافي يلا هذا نكمل. قلنا نفسها كتعاود حتى في المعادلات التفاضليه كيفاش؟ في المعادلات التفاضليه اول حاجه خصني ندير شنو هي؟ هو نحدد شنو هي اف سكوند. علاش؟ باش نقدر نعوضها هنا. داكشي علاش حسبنا هادشي. وباش نحسب اف سكوند كنت محتاج ضروري الاف بريم. الوغ اف بريم شنو هي؟ اف بريم هي المشتقه ديال كوس ناقص 2 اكس زائد 3 مضروبه طبعا في اش هي المشتقه تاع هذا الكوس ديال هذه الداله في القاعده؟ شنو كتقول لي القاعده؟ المشتقه ديال كوس يو لي اكس تساوي يو بريم لي اكس فوا المشتقه تاع الكوس اللي في هذه الحاله موان سينوس يو لي اكس. ونفس القضيه في الحاله تاع السين، المشتقه تاع سينوس يو لي اكس بريم المشتقه تاع سينوس يو لي اكس تساوي يو بريم لي اكس مضروبه في المشتقه تاع سينوس اللي في هذه الحاله كوس يو لي اكس. هادشي درنا هنا المشتقه تاع كوس ناقص 2 اكس زائد 3 هي غنشتقوا هادشي اللي هنايا بطاتنا هي ناقص 2 مضروبه في ناقص سينوس يو لي اكس. ومن بعد ملي عطاني شتقينا هادي نفس الطريقه هنا المشتقه تاع ما بداخل سينوس هي شحال؟ هي ناقص 2 مضروبه في كوس يو لي اكس. مورا ما حددنا اف سكوند وانا ديجا عندي اف شنو بقى ليا؟ بقى لي نعوضهم بجوجهم في هذه المعادله او سكوند. اذا شنو درت هنا؟ اف سكوند لي اكس زائد 4 اكس كتساوي 0. دابا هادي راه باقي ما عنديش، دابا انا غير تنتحقق داكشي اللي كتبتها ودرت تكافئ. الوغ بقينا غادي بالتكافؤات حتى لقينا حاجه صحيحه. هذا هو البرهان بالتكافؤ اللي شفنا في المنطق، الاستدلال بالتكافؤات المتتاليه. كنبدا بشي حاجه اللي انا باقي ما عرفتش واش صحيحه ولا خطا اللي هي هادشي في هاد الحاله. ومن بعد كنبقى غادي بالتكافؤات حتى نوصل لشي حاجه اللي هي صحيحه اللي هي في هاد الحاله 0 كتساوي 0. بما ان 0 كتساوي 0 صحيحه، اذا داكشي اللي انطلقنا منه حتى هو غادي يكون صحيح اللي هو اف سكوند لي اكس زائد 4 اكس كتساوي 0. ولا كان اف سكوند لي اكس زائد 4 اكس كتساوي 0 صحيحه، فهذا يعني ان اف تحقق المعادله. فهمت يا ايمان؟ استاذ شكرا. مرحبا. شكرا شكرا. انت شي سؤال؟ اخري ما كاين حتى سؤال. اذا هذا تقريبا هو الفقره تاع المعادله التفاضليه، كذاك الشيء اللي طلبت في المعادله التفاضليه كاين دابا هنا.
هاد لاباج غادي نبارطاجيها معكم تبقى عندكم الى احتجتوها ترجعوا ليها. هادشي اللي كاين، شكرا لحسن انتباهكم.